بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة الكرام، هذه بداية سلسلة علمية لدراسة اللغة العربية من خلال علم النحو. فاللغة العربية يمكن للإنسان أن يدرسها ويكون كواحد من أهلها من خلال دراسة علوم معينة، علوم محددة. اللغة كما عرفها الإمام ابن جني رحمه الله: أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. نفهم من هذا التعريف أن اللغة لها جانبان، جانب اللفظ وجانب المعنى. أما اللفظ فيتمثل في الأصوات، والأصوات هذه تبدأ بالحروف الهجائية ثم تصل إلى المفردات، الكلمات التي تتركب من الحروف، ثم إلى الجمل التي تتركب من الكلمات. إذن اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. هذه الأصوات تتمثل في ثلاثة أشياء: الحروف الهجائية، الكلمات المفردة، ثم الجمل. يعبر بها أي يستعملها كل قوم، يتحدث بها كل قوم. للتعبير يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. الأغراض جمع غرض، بمعنى المراد والمقصود، المعاني الكامنة في النفوس. فالإنسان عندما يتكلم لا يحدث المعاني أثناء تكلمه، إنما يعبر عن معان وقعت في النفس واستقرت واتضحت، ثم أراد الإنسان أن يوصل تلك المعاني إلى مخاطبه. هذه الأغراض التي هي المعاني تنقسم قسمين: هناك معاني المفردات، وهناك معاني الجمل، أو هناك التصورات، وهناك التصديقات. التصورات جمع تصور، والتصور هو وقوع صورة الشيء في النفس. التصور وقوع صورة الشيء في النفس، هذا على العصر. وقد يستعمل التصور بمعنى مطلق الإدراك على خلاف العصر. أما التصديقات فجمع تصديق، وهو بمعنى إدراك النسبة الكلامية، النسبة الكلامية، الحكم على الشيء بالنفي أو الإثبات، نسبة شيء إلى شيء عن طريق النفي أو عن طريق الإثبات. عندما أقول الله، إدراك وتصور مفهوم الله مدلول كلمة الله سبحانه وتعالى من خلال أفعاله وعلاماته، هذا يطلق عليه التصور. ثم الحكم على مسمى هذا اللفظ: الله خالق كل شيء،
نسبة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى يطلق عليها التصديق. إذن فالأغراض تتمثل في التصورات والتصديقات، وهذا الجانب المعنوي. أما الجانب اللفظي فيتمثل في الحروف والكلمات المفردة ثم الجمل. هذا تعريف عام لجميع لغات البشر، كل لغة يمكن أن تعرف بهذا التعريف. اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. فإذا أردت تعريف اللغة العربية على وجه التحديد غيرت من التعريف كلمة واحدة، بدلا من كل قوم تضع في محلها العرب. العربية، اللغة العربية أصوات يعبر بها العرب عن أغراضهم. فالسؤال الآن، فالجديد في تعريف اللغة العربية، ما المقصود بالعرب في هذا التعريف؟ هل هم العرب الذين نعيش معهم في هذا العصر القرن الرابع عشر من الهجرة النبوية الشريفة؟ أو المقصود شيء آخر؟ الحق أن المقصود بالعرب في هذا التعريف شيء آخر، مصطلح العرب عام يشمل العرب في جميع الأصول، ولكن عند علماء اللغة وفي هذا التعريف بالذات يقصد بالعرب معنى خاص يتمثل في العرب الذين عاشوا قبل الإسلام، فترة ما قبل الإسلام، الفترة الجاهلية على ما هو مشهور، ثم العرب في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن أن نطلق عليهم فترة الصحابة. عندي فترة ما قبل الإسلام أو طبقة ما قبل الإسلام، طبقة الجاهليين، ثم طبقة الصحابة العرب في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا الطبقة الثالثة العرب بعد جيل الصحابة، بعد عصر الصحابة، يعني طبقة التابعين وتابعي التابعين. ولا نقصد هنا الصحابة أو التابعين فقط الذين هم من المسلمين، المقصود العربي الذي عاش في عصر الرسول وإن كان كافرا، والعربي الذي عاش في جيل التابعين وتابعي التابعين وإن كان كافرا. فالمسألة ليست مسألة إيمان وكفر، مسألة تصوير اللغة وإثبات اللغة العربية على ما هي عليه. فالمقصود بالعرب هنا يرتبط بالزمن ويرتبط بالأعيان، يرتبط بالأشخاص. أما الزمن فيشمل ثلاث طبقات، طبقة الجاهلية، طبقة الصحابة، طبقة التابعين وتابعي التابعين. فكل من جاء من العرب في غير هذه الأصول، أي بعد انتهاء التابعين وتابعي التابعين، فلغته لا يعتد بها، هي تدور بين الخطأ والصواب، ولا تثبت العربية بكلامهم. هذا ما يتعلق بالزمن. هناك ما يتعلق بالأشخاص. العرب أنفسهم حتى في العصر الجاهلي وفي أيام الرسول صلى الله عليه وسلم هناك عرب خلص، لغتهم لم تفسد بالاختلاط بغير العرب، يعني يعيشون في قلب الجزيرة العربية، لا يعيشون على الحدود بحيث يختلطون بالفرس والروم والحبش، ويعني أهل الحبشة لا يختلطون بهم بحيث يؤثر هذا الاختلاط على اللغة العربية الأصلية. فالمقصود بالعرب عند علماء اللغة وفي هذا التعريف بالذات ليس مطلق العرب في كل زمان ومكان، بل عرب في أزمنة معينة، وعرب عاشوا في أمكنة محددة، ليس
ليست المسألة على إطلاقها. هذه هي العربية، أصوات يعبر بها العرب عن أغراضهم. فهذه الأصوات من الحروف والكلمات المفردة والجمل يجب أن تثبت عن العرب المعتد بهم نقلاً أو استنباطاً مما ثبت عنه. من يريد أن يدرس اللغة العربية سواء أكان من العرب نسباً أم لم يكن منهم، فالعرب منذ أكثر من عشرة قرون، كل إنسان لا يعد عربيا إلا إذا درس وتعلم. فالعربية لا تورث منذ عشرة قرون، ولا تؤخذ بالسليقة، ولا تؤخذ من المجتمعات، إنما تؤخذ بالدراسة والتلقي والتعلم. حتى الأئمة، الأئمة في العلوم الإسلامية المتعددة كالإمام الشافعي رضي الله عنه، ثبت أنهم درسوا اللغة وتعلموها، مع أن الإمام الشافعي قيل إنه ممن يؤتد بكلامهم من العرب، ولكنه ثبت أنه درس كتاب سيبويه، بمعنى أنه تعلم العربية. فإذا كان الإمام الشافعي لن يكتفي بسليقته ولن يكتفي بما توارث من اللغة حتى تعلم ودرس، فما بالك بمن جاء بعده. فكل عربي، يعني كل إنسان بعد انتهاء العربي المعتد بهم لغويا، يجب عليه أن يدرس العربية، ولا فرق في ذلك بين عربي النسب وبين من هو ليس كذلك. فمن يريد أن يدرس العربية عليه أن يدرس علوما محددة. أول هذه العلوم علم الأصوات، وهذا العلم يرتبط بالحروف الهجائية، ما عددها وما أحكامها مخرجا وصفات، ما هي الأحكام الحقيقية الذاتية والأحكام التي ترجع إلى علاقة الحروف بعضها ببعض. هذا هو العلم الأول الذي يحتاج إليه من يدرس العربية، والمفروض أن يدرس هذا العلم في الحضانة في الابتدائية. ثم العلم الثاني علم متن اللغة، علم متن اللغة، معرفة معاني الكلمات. فالمعاني، فالكلمات العربية تتطور وتتغير على حسب الأصول والبلدان. كثير من الكلمات معانيها في الجاهلية تغيرت في طبقة الصحابة واكتسبت معاني جديدة، وكثير من الكلمات في العصر، في يعني صدر الإسلام، تغيرت معانيها في العصر الأموي والعباسي فضلا عن العصر الذي نحن فيه. فالعربية التي يحتاج إليها المسلم ويحتاج إليها المتخصص في علوم الشريعة ليست العربية التي يتحدث بها العرب في هذا العصر، بل العربية التي نزل بها القرآن الكريم وتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي بها أحاديثه الشريفة، وألف بها كتب التراث الإسلامي. هذه المفردات الواردة في القرآن والواردة في السنة والواردة في كتب التراث ليست بالمعاني التي نستعملها الآن في عصرنا. فالواجب على الإنسان أن يتلقى معاني الكلمات من كتب اللغة، من المآجم والقواميس، مثل تهذيب اللغة لأبي المنصور الأزهري، والصحاح للإمام الجوهري، والمحكم والمحيط الأعظم للإمام ابن سيدة، ولسان العرب لابن منظور الإفريقي. فهذه الكتب ونظائرها هي مصادر
المصادر المعتمد عليها في معرفة معاني الكلمات التي يطلق عليها علم اللغة بالمعنى الخاص، علم متن اللغة، هذا هو العلم الثاني. ثم العلم الثالث من العلوم التي يحتاج إليها من يريد أن يدرس العربية حتى يكون كواحد من أهلها نطقا وفهما، العلم الثالث علم الصرف، وقد سجلنا كتابا كاملا في هذا العلم ولله الحمد، وهو علم يتعلق بخصيصة من خصائص العربية وهي الاشتقاق والتصريب. الكلم العربية يتعلق بها الاشتقاق والتصريب، فيؤخذ من كلمة واحدة عدة كلمات متعددة، يؤخذ من الكلمة الواحدة كلمات مختلفة. ما هي القواعد التي يعتمد عليها في الاشتقاق والتصريف؟ تؤخذ من علم الصرف، هو العلم الثالث. ثم يأتي العلم الرابع وهو علم النحو. الكلمات العربية إذا رتبت واتصل بعضها ببعض على سبيل التركيب تكتسب أحكاما جديدة. في حالة الإفراد يجوز لك أن تنطق بها بالنظر إلى آخرها كما تشاء، كتاب كتابا كتاب كتاب كما تشاء، ولا يستطيع أحد أن يخطئك، ولكن كلمة كتاب إذا دخلت في الجملة، إذا دخلت في التركيب اكتسبت أحكاما جديدة، أحكاما تتعلق بحركة آخرها من الضمة أو الفتحة أو الكسرة، ومن موضعها يجب أن تكون في أول الكلام، أو يجب أن تكون في مكان كذا، يجب أن تسبق بكذا. هذه الأحكام وهذه القواعد المرتبطة بالجمل والتراكيب تؤخذ من علم النحو الذي نبدأ بإذن الله تعالى في تسجيله في هذه السلسلة المباركة. ثم يأتي العلم الخامس، علم البلاغة بفروعه الثلاثة، المعاني والبيان والبديء. وهذه العلوم تتعلق بالمعاني الثانوية للكلم العربية، للجمل العربية. الجمل العربية عندها معان أصلية التي هي المقصودة، وهناك مفاهيم ثانوية تؤخذ من خلال السياق ومن دلالة التراكيب ونحو ذلك. وكذلك هناك ما تتميز به العربية أو ما يتحقق في العربية ليس على سبيل التخصيص، وهو نقل الكلمة من معانيها الأصلية إلى معان أخرى، الاستعارة أو المجاز بأنواعه المتعددة. هذه الأشياء الدلالات الثانوية وأنواع المجاز وأحكامه، كل هذه الأشياء تدرس في علوم البلاغة، المعاني والبيان والبديع. هي عند التفصيل ثلاثة علوم، وعند الإجمال علم واحد. عندي علم الأصوات، علم متن اللغة، علم الصرف، علم النحو، ثم علم البلاغة. إذا فصلنا علم المعاني والبيان والبديع فيكون عندنا سبعة علوم، أو علم واحد فيكون عندنا خمسة علوم. ثم هناك علم آخر يتعلق باللغة تعلقا مباشرا، وهو علم الأدب. علم الأدب تاريخا ونصوصا. هذه النصوص التي تدرس في علم الأدب هي نفسها تدرس في علم متن اللغة، وتدرس في علم النحو والصرف، وتدرس في علم البلاغة، لكن بحيثية مختلفة، بطريقة مختلفة. وهذا هو العلم السادس، علم الأدب. وهناك علوم فرعية أخرى كعلم العروض مثلا، علم الاشتقاق إذا عد علما مستقلا ليس كفرع من فروع علم الصرف، علم الوضع إذا عد علما مستقلا وليس كفرع من فروع علم متن اللغة. على العموم هذه العلوم الستة أو السبعة، علم الأصوات
علم متن اللغة، علم الصرف، علم النحو، علم البلاغة، علم الأدب. هذه العلوم لا يمكن أن يستغنى عن شيء منها. من يريد أن يكتسب اللغة العربية لينطق بها كما كان العرب ينطقون، ويفهمها كما كان العرب يفهمون، ويتعامل مع القرآن الكريم مباشرة دون الاعتماد على أحد، ويتعامل مع السنة المشرفة دون أن يعتمد على أحد، ويتعامل مع كتب التراث الإسلامي، يجب أن يأخذ نصيبا وافرا من جميع هذه العلوم. كلما افتقد علما من هذه العلوم أو نقص حظه في علم من هذه العلوم، افتقد جانبا كبيرا في فهم اللغة العربية وفي اكتسابها، واكتسب حظا كبيرا في القدرة على التعامل مع النصوص العربية. فدراسة اللغة العربية من خلال هذه العلوم على سبيل الأصالة، وهذه السلسلة المباركة تتعلق بعلم النحو من خلال الكتاب الأول الذي ينطلق منه ويبتدأ به في المنهجية التعليمية، وهو متن العاجرومية. وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نتحدث عن علم النحو، عن مفهومه وعن أهميته، ثم ندخل في هذا المتن بإذن الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى الفتح المبين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.